الاعدائين ديالنا يعني اول مره كيلعبوا هذا النوع من هذه السباقات وحققوا يعني توقيتات جد مهمه ومراتب جد مهمه مع عدائين صراحة يعني لهم الباع في المستوى البطولة الوطنية. عدائين ديالنا حتى وليد أطلبة المرتبة الثالثة في 1500 بتوقيت 3:54 يعني فرق بينه وبين الأول واحد الربعة ديال الثواني. والمرتبة كذلك الثالثة احتلها ديحة عبد الرحمن في 3000 موانع وهي أول مرة كيلعب هذه المسافة الصعبة. وكذلك اسماعيل أطلبة حقق المرتبة حتى هو الثالثة يعني كانوا في مسافة 1500 حتى هو وعندنا المرتبة الثالثة كذلك في 800 متر يعني العدائين ديالنا كلهم كانوا في مراتب جد متقدمة هذا شرف بالنسبة لنا وهذه غير كما كنقولوا غير البداية والإشارة الآن حدايا العداء القديمة الجديدة رشيدة نايت خويا الغنية على التعريف لبات الدعوة وجات تحضر معنا لهذا لهنا البن قرير للإشارة فهاد العداء هذه يعني شنو نقول في حقها اللي نقوله قليل علاش لأن هاد العداء هي اللي كانت لابلونت النبتة باش حنا بنينا هاد النادي لأن في 2007 هاد العداء هذه كانت في, 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 في الألعاب المدرسية حققت التأهل بالمينيما للمنافسات الوطنية بتوقيت رائع جدا في الفتيات اللي هو 4:25 في 1500 وقلبنا لها على نادي ما لقيناش نادي في حين ان يعني ما هذا هو الحرقة اللي بقات فينا لان ما بغيناش ولاد بومانداد انهم يضيعوا فكانت يعني العداء رشيدة نايت خويا هي اللبنة الاولى في بناء ديال هذا النادي هذا ونخلي الكلمة دابا ليها ونشوفوا شنو غتقولنا رشيدة. اولا قبل البدايه ديالي السلام عليكم بعدا رشيده نيت خويا عداء ونيفو ديال 1505 ودابا انا جيت خصيصا باش نحضر لهاد البطوله ديال الدراري ديال النادي ديال بومالندات وشكرا على الدعوه وبالنسبه لي انا كعداء وغنبقى ديما عداء حيت هاد لو دومين هذا عجبني باش نبقى فيه وعجبني ورغم انه كانوا عندي عوائق وكان عندي فيما دقيت شي باب ديال شي كلوب ما لقيتش كندير باش ندخل ليه وكانوا كذوب وكانوا بزاف الاصابه ما كانش شي واحد اللي غادي ياخذ بيدي وفيغ لا فان انا كنت مع الاستاذ الشريف اللي تنشكرو ديما وغادي يبقى ديما استاذي المحترم في اونيفو ديال الاتليتيزم كان معايا وخدا بيدي وديما تيشجعني ولي بروغرام ولونترينمون والصبر وكان الشعار ديالنا ديك الساعات من نهار بدينا هو من صار على الدربي وصل وديما تنرفعو في اي دومين مشيت ليه واي بطوله ولا اي طريق مهما كانت شاقه وكانت صعيبه راه تنتذكر هذا الشعار ديالنا وديما مرفوع للفوق ان شاء الله وبالنسبه للبدايه ديالي في الاتليتيزم راه بديت كفتاه كتلميذه بثانويه بومالندات وشرفت المنطقه بطبيعه الحال شرفت الاهل ديالي شرفت الاساتذه ديالي ورفعت راس الجميع وتلقيت نصائح وتلقيت دي بروغرام اللي هما نفعوني وصبرت ليهم وكانت البدايه ديالي مزيانه بزاف في الاتليتيزم وحققت نتائج اللي تيفرحوا وخليوني وتشجعوني انني نكمل في المسار ديالي رغم انه كانوا عندي ظروف وشكرا لكم بزاف وحققت لي طون اللي هما زوينين وتيفرحوا وتيشرفوا بالخير وشكرا للجميع شكرا للطاقم التقني يا استاذ الا سمحتي بالنسبه للنادي انا بعدا فرحت بزاف نهار سمعت انه بومالندات دارت واحد الكلوب اللي غادي ياخذ بيد التلاميذ ولي زاتليت كاملين والعدائين ديالنا وكل شيء والابطال ديالنا اللي غيكونوا بطبيعه الحال تيشرفوا المنطقه فرحت نهار سمعت بانه تكتشفت واحد الجمعيه وتسمت وبدات بسميتو بسميتي وغادي ترفع ان شاء الله الفوق وبالنسبه الاتليتيزم ما تخليتش عليه بالعكس نهار جاتني دعوه انني نجي نحضر لسميتو ونهار سمعت انه تكتشف واحد الكلوب تما وتفتحوا الابواب ديالو نتمنى انني نرجع في هذا المسار ونكمل فيه بكل قوه وكل جديه وبطبيعه الحال نعاون العدائين الاخوان ديالي ونبقى معاهم وباستطاعتي انني نعاونهم ان شاء الله ونديروا يد في يد باش نرفعوا المنطقه.
بالنسبه للفتاه ديال منطقه دادس والنواحي ديال دادس اون جينيرال، كانت فتاه ديما جد متحمسه لاي حاجه، وكتقرا كتخدم كترفع راسها في اي دومين مشات ليه، وشريفه. والمناطق ديالنا الحمد لله تيمتازوا بواحد الحشمه والحياه والمعقول والنيه والخدمه والصبر هو كل شيء. وان شاء الله غادي نكونوا عند حسن ظن الجميع، والفتاه ديال بومال دادس ولا النواحي ديال دادس اون جينيرال راه قادرة توصل وغادي توصل بكل جدية إن شاء الله. نلتقي التقني، وشكرا للدعوة وشكرا لكم جميعا وبون كوراج. واش نهضر، في الأخير أنا كنشكر الطاقم ديال دادس أنفو على تحمل المشاق وجا وسهر معنا ونقل هاد الأجواء ديال هاد المنافسات. كنشكر السيد الرئيس ديال النادي ديال ألعاب القوى، كنشكر السي جمال السائق المحترف ديالنا، كنشكر لالا فاطمه، كنشكر السي لالا الكبيره، كنشكر لالا الكبيره، كنشكر السي محمد تازره، كنشكر السي علي المصور الصحفي القدير ديالنا. صراحه نبغيو الناس ديال بومان كاملين يشوفوا هاد الصور ويشوفوا هادشي اللي كنديروه باش يقدموا لنا يد المساعده، لان النادي ديالنا نادي فتي، نادي مازال حنا في بدايات، حنا محتاجين لكل المساعدات ماديه معنويه. الناس اللي كيشوفوا فينا غيورين على المنطقه ديالهم، نتمنوا انهم ياخذوا ويهزوا بيدينا ويهزوا هذا الهم اللي هازينه حنا ديال البلاد. شكرا للجميع، وكنخلي الكلمه للاستاذه فاطمه. انا جد فرحه هذا النهار اللي جيتنا نشوف الابطال ديالنا وما تينافسوا الابطال ديال باقي انحاء المغرب، والحمد لله شرفونا وحمروا لنا وجوهنا وتكلاصوا هما بارمي الناس اللي جابوا التوقيت المناسب. وكنشكر السيد الرئيس اللي دعاني باش نجي انا والصديقه ديالي كبيره، وكنشكر المدير التقني والاستاذ سعيد اغوردوس عبد الدين المعصب اللي تيسهروا على هاد الابطال باش يكونوهم وباش يديروا منهم نيت ابطال دوليين ان شاء الله. وكنشكر ديالنا وكيبغي يشوف النتائج وكيتتبعنا خطوه خطوه. وكنشكر كذلك اعضاء المجلس البلدي كلهم، لانهم كلهم تيهمهم الامر وكيبغيو يسولوا علينا اشنو درنا واشنو هذا.